وفي جازان تتواصل الجهود المشتركة للقطاعات المدنية والعسكرية لدعم المرابطين على الحد الجنوبي، وللاطلاع على هذه الجهود ينضم معنا من مستشفى صامت العام مراسلنا علي معتبي. علي، أهلا بك. إلى أي مدى يبدو القطاع الصحي في كامل جاهزية لخدمة القوات المرابطة على الحدود؟ نعم أخي سالم، أهلا ومرحبا بك بالمشاهدين الكرام. نحن في منطقة صحية تعتبر قريبة جدا من الحد الجنوبي، والتي يتواجد فيه رجال وأبطال الدفاع عن الوطن والذود عن هذا الوطن. هذه المنطقة التي نحن نقف فيها إحدى مجموعة من المستشفيات التي تغطي المصابين أو الاحتياجات الصحية والطبية التي قد تغذي وتلبي احتياجات هذه المواقع بانتشارها على الشريط الحدودي فيما يتعلق بمنطقة جازان. بفضل الله سبحانه وتعالى لم تسجل أي حالات منذ يوم أمس إلى هذه اللحظة، وفقا للمتحدث الرسمي بصحة جازان والذي سيكون معنا أيضا لتوضيح كثير من النقاط حول الجهود الصحية التي يعني توليها المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة جازان، وأيضا قبل ذلك وزارة الصحة ممثلة أيضا في تجانس من جميع المستشفيات أو من جميع المديريات على مستوى المملكة، وإيفاد أطقم عمل لمساندة المرابطين على الحد الجنوبي. حول هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا المتحدث باسم صحة جازان الأستاذ نبيل غاوي. حياكم الله أستاذ نبيل، موفقين ومعانين. ماذا عن الأدوار المناطة بالكوادر الصحية المنتشرة في المواقع المخصصة لتلبية احتياجات المرابطين على الحد الجنوبي؟ في الحقيقة في البداية أهلا بكم الإخبارية، قناة الإخبارية هنا في مستشفى صامتة. وفي الحقيقة أن الخدمات الصحية التي تقدم هنا في الحد الجنوبي هي تسير بموازاة مع العمليات العسكرية التي يقدمها جنودنا البواسل هنا على الحد الجنوبي. ونستطيع بثقة أن نقول أن حدنا الجنوبي كما هو مؤمن عسكريا وأمنيا فهو أيضا آمن تماما صحيا بمشيئة الله تعالى، من خلال الدعم الكبير الذي تتلقاه هذه المستشفيات من قبل وزارة الصحة وبالتنسيق مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية. أستاذ نبيل، شاهدنا منذ أن يعني جئنا إلى هذا الموقع وجود عديد من الكوادر الصحية التي تسمى بفرق الدعم، يعني ما هي فرق الدعم وكيف آلية العمل وتوزيعها على المستشفيات هنا؟ بالنسبة لفرق الدعم هي تأتي هنا إلى هنا إلى مستشفيات الحد الجنوبي من بقية مناطق المملكة، ويتواجد معنا الآن هنا في مستشفى صامتة عدد من أفراد الدعم الذين أتوا من مختلف مناطق المملكة، من المنطقة الشرقية، من الرياض، من القصيم، من كل مناطق المملكة تقريبا في كل التخصصات. مستشفيات الحد الجنوبي تستقبل الدعم، عناصر الدعم في كافة التخصصات، وهم يقومون بعملهم كما لو أن العمل بفريق واحد، يعني جميع العاملين في وزارة الصحة يعتبرون أنفسهم عندما يقدمون الخدمة هنا في الحد الجنوبي فهم يعملون كفريق واحد. عن التنسيق الطبي، يعني عندما تكون هناك حالات أو تستدعي التدخل الطبي، كيف هو تنسيقكم الطبي فيما بين باقة المنشآت الصحية في المنطقة وخارج المنطقة؟ طبعا تتواجد غرفة العمليات المشتركة في إدارة الطوارئ والأزمات بصحة جازان، هي التي تدير كافة التنسيقات مع مستشفيات الحد الجنوبي وبقية المستشفيات في المنطقة. أيضا تقدم غرفة العمليات دعم كبير للعمليات الصحية أو عمليات الطوارئ على مستشفيات الحد الجنوبي ونقل وإسعاف الحالات لبقية مستشفيات المنطقة. شكرا أستاذ نبيل. شكرا جزيلا. إذن أخي سالم، كان معنا الأستاذ نبيل الغاوي هو المتحدث الرسمي في صحة جازان. يعني أود أن أشير أيضا إلى أن قناة الإخبارية ما زالت في رصد لكافة الجهود التي تقدمها جميع القطاعات المدنية. سنكون أيضا في رصد تباعا إن شاء الله لكثير من الإدارات أو من الوزارات التي شخصت وجندت جميع أطقمها في منطقة جازان، وأيضا عززتها بالدعم لدعم يعني جهود رجال البواسل على الحد الجنوبي. نعم نعم، من مستشفى صامت العام زميل علي المعتبي، شكرا جزيلا لك.